السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نكمل محاضراتنا بتقنية الخرسانة ووصلنا إلى الأجريجيت، الركام المستخدم بالخرسانة اللي هو الشابتر الثالث. نجي مقدمة على الأجريجيت. الأجريجيت أكيو بي أت ليست 3 كوارترز 75% of volume of concrete. يقول الاجريجيت يشغل 3 ارباع حجم الخرسانه، يعني اذا عندي خلطه خرسانيه فثلاث ارباعها ركام، 75% من حجمها هو شنو؟ هو ركام، ركام ناعم رمل، والركام الخشن اللي هو الحصى. اذا منا نستنتج ان الجزء الاكبر من الخرسانه هو ركام، يعني الجزء الرئيسي هو الركام، والسمنت يعتبر مادة شنو؟ لاصقة. إذا السمنت هو عبارة عن مادة لاصقة لمن؟ للركام. Quality is especially important. يقول نوعية وجودة الركام مهمة، خاصة هنا، خاصة هنا الجودة والنوعية مالته كلش مهمة. يعني أنا الركام مو أي مجرد أي ركام أجيبه أخوان، ركام لازم ناجح. يعني شنو ركام ناجح؟ أولاً ناجح بالتدرج، حسب التدرج اللي تريده من عند المواصفة، ايش قد اريد احتاج تدرج ركام هنا؟ 5 10 10 20 وهكذا، بالنسبة للحصى وكذلك بالنسبة للرمل، تدرج الحبيبات. زين، خلوه من الاطيان، ايش قد نسبة الاطيان به؟ لازم ما تكون عالية، واضح؟ صلابة هذا الركام لازمها من فحص، نشوف الصلادة مالته عن طريق فحص السحق، التآكل، مقاومته للظروف. حتى لان انت تعرف انه منه ثلاث ارباع، من هو حجمه ثلاث ارباع حجم الخرسانه، اذا هو يتحمل بصوره مباشره القوه ومتانه الخرسانه، يعني هو اللي راح يتحملها، مقاومه الخرسانه هي راح يتحملها بشكل مباشر هو الركام. فصلابه الركام ونوعيته الجيده تعني انه الخلطه الخرسانيه جيده ومقاومتها عاليه وديمومتها عاليه. اذا لازم اهتم انا يا اخوان بمن؟ بجوده الركام مالتي. cheaper than the cement، ارخص من السمنت، اذا هو ماده رخيصه لذلك ده نستخدمه بكثره، احنا نستخدمه بكثره ليش؟ الماده رخيصه. higher volume stability and better durable than the cement based alone. يقول هو شنو؟ اعلى استقراريه وافضل ديمومه من عجينه السمنت وحدها، يعني بما ان عجينه السمنت وحدها من سمنت ومي، لا هذه العجينه تتعرض الى انكماش وتمددات بصوره واضحه، لكن من نضيف لها الركام، الركام راح يكون اكثر استقراريه للحجم مالتها، اللي يزيد الحجم مالتها استقراريه وديمومه. اذا اضافه الركام اخوان راح يزيد لشنو؟ higher volume stability، يكون اكثر استقراريه للحجم، and better durable، وافضل ديمومه، durability ديمومه، than the cement based، من عجينه السمنت وحده. why aggregate used with cement؟ ليش نستخدم الاجريجيت مع عجينه السمنت؟ it's very strong، يعني الركام هو كلش مقاومته عاليه. اذا مقاومه الخرسانه اخوان خلي بالك تعتمد بصوره مباشره على قوه الركام. اذا كان هو بالاحرى الحصى الخشن، اذا كان الحصى مقاومته صلب بدرجه عاليه فذلك قوه الخرسانه تكون عاليه، واذا كان الركام هش او مقاومته ليس بالشكل المطلوب تكون الخرسانه شبيهه، الخرسانه مقاومتها ليس جيده. It's very strong so that it gives the concrete its strength. يقول مقاومته عاليه لذلك يعطيني كونكريت ذات مقاومه عاليه. Also it's a filler material، لا كذلك يعتبر شنو؟ ماده مالئه. اذا الركام هو شنو؟ ماده مالئه. Increase the stability of cement based، زياده استقراريه عجينه السمنت، يعني احنا قلنا عجينه السمنت وحدها تعرض الى انكماشات وتمددات، واضح؟ اضافه الركام لها لا راح يزيد لي استقراريتها بالنسبه لهذا الشيء. increase the strength of external force، يزيد مقاومتها للاحمال الخارجيه او للقوى الخارجيه، يعني اي قوه خارجيه مسلطه على الركام على الخرسانه راح يتحملها منه هو الركام، واضح؟ فيزيد لي المقاومه الخارجيه. And weathering condition، والظروف الجويه.
مثل شنو؟ هيوميديتي، الرطوبة، تمبرتشر ديفرنس، تغيرات درجة الحرارة، فريزنج، الانجماد. يعني استضافة الركام راح يزيد لي مقاومتها للقوى الخارجية الاكسترنال فورس والظروف الجوية مثل الرطوبة والتمبرتشر ديفرنس وفريزنج. inert and inexpensive materials so it's used in a large quantity. يقول هو مادة خاملة، الركام مادة خاملة يعني ما يتفاعل، واضح ما يتفاعل، مادة خاملة و يعني مو غالية، رخيصة، لذلك so يقول لذلك يستخدم بكميات كبيرة. so it's used in large quantities، لذلك نستخدمه بكميات كبيرة. decrease the volume exchange of concrete، يقلل من التبدلات البعدية للخرسانة. يعني بعد الخرسانة ما يصير بها تبدلات بعدية، يعني انكماش تمدد انكماش تمدد، يصير بالحجم وبالتالي تتشقق، لا، هذا الركام راح يقلل لي التبدلات البعدية من نضيفة للخرسانة العجينة السمنت، راح يقلل لي تبدلات البعدية due to high and low temperature، نتيجة زيادة او انخفاض في درجات الحرارة. تعرف انه زيادة درجة الحرارة وانخفاضها تغير بدرجة الحرارة راح يؤدي لي انكماش تمدد، انكماش تمدد، بالتالي تتشقق الخرسانة. لذلك عندما نضيف الركام، هذا الركام يقاوم هذا الشيء، ما بي تمدد، واضح؟ بالتالي عندما نضيفه يقلل من التبدلات البعدية للخرسانة. تصنيف الاركام classification of aggregate، نصنف على عدة انواع مثل شنو؟ according to the production method، نتيجة طريقة التصنيع، اي نتيجة طريقة التصنيع مالته. natural aggregates، natural aggregate الركام الطبيعي، هذا الركام الطبيعي المتكون من الطبيعة، taken from natural deposits without any change in their natural state. يقول هو الركام اللي يحصل نتيجة شنو؟ الترسبات الطبيعية، نتيجة الطبيعة، without any change، بدون أي تغيير في حالتها الطبيعية، in their natural state، during production، أثناء التصنيع، except ما عدا شنو؟ إذا هي الترسبات الطبيعية اللي تحصل، يعني الطبيعة تكونها بدون ما نغير أي شيء بحالته الطبيعية إحنا أثناء التصنيع، except ما عدا شنو؟ شنو ندخل إحنا حتى الركام الطبيعي؟ شنو التغييرات اللي نجري عليه؟ الكراشنج نسوي له سحق نكسره، جريدنج ندرجه تدرج، واضح، حتى نريد ركام مدرج، واشنج الغسل نغسله حتى من الأطيان والأملاح وغيره. إذا الركام الطبيعي هو تكون الطبيعة، ترسبات طبيعية تكون الطبيعة، ما نتدخل إحنا بأي شيء صنعه، ما عدا إحنا وين نتدخل؟ كراشنج نكسره، جريدنج وندرجه تدرج، وواشنج نغسله حتى شنو؟ من الأطيان أو أملاح أو أي شوائب أخرى. إكزامبل مثل الركام الطبيعي مثل السيدمنتري روكس الصخور الرسوبية، فولكانيك روكس الصخور البركانية، تمام، ميتامورفيك روكس الصخور المتحولة، هاي كلها صخور طبيعية تكونها الطبيعة. artificial aggregate الركام الاصطناعي، produced due to artificial operation، يقول يصنع نتيجة العمليات الصناعية، نتيجة عمليات صناعية، يعني احنا نصنعه، واضح هذا؟ such as مثل شنو؟ firing clays at high temperature، الطين المحروق بدرجات حرارة عالية، يعني طين نحرقه، شلون ما نقول هسه الطابوق، الطابوق المكسر، طابوق او تكسر تقدر تستخدمه كركام خشن، اللي هو نعتبره هو هذا الطين اللي محروق بدرجة حرارة عالية. aggregate produced from industrial waste، الركام المصنع منين؟ من المخلفات الصناعية مثل الاسلاك الخبث، or aggregate prepared from coal waste، الركام المعد من مخلفات الفحم. ذني كلين شنو؟ ركام مصنع نسمي. colored aggregate، اكو ركام اسمه الركام الملون مثل glasses، كسر الزجاج، زجاج مكسر، او قطع السيراميكس، manufactured marble، واضح، الرخام، الرخام المصنع، for decorate and agricultural purposes، يعني قطع الزجاج والسيراميك والرخام المصنع لأغراض الديكورات والأعمال المعمارية، الأغراض المعمارية،
آرشي تشاكرا آر عفوا آرشي فيستخدم للأغراض الديكورات والأعمال المعمارية decorate and architectural purposes according إس هذا شوف ده تلاحظ شوف ركام بألوان لذلك شوف ده تلاحظ هنا يطلع لنا بالأغراض المعمارية والجمالية according to petrological characteristics يعني الأغراض البترولوجية يعني شلون نقول جيولوجية الصخور طبيعة هذا الصخور جينيوستروكس الصخور النارية الصخور اكو صخور نارية بركانية الصخور اللي تطلع البراكين كوارتز جرانيت بازلت هذه الأنواع اللي هي الصخور سيدمنتري روكس صخور رسوبية obtained by the deposition of weathered and transport pre-existing rocks هذه الصخور الرسوبية اخوان تتكون نتيجة الترسبات احنا بنسمها رسوبية ترسبات طبيعية تتكون ترسبات واضح مرور الزمن هذه الترسبات تكون تتعرض الى ضغط وحرارة يعني ضغط يعني تكون طبقات مترسبة عالية جدا وحدة فوق الثانية وضغط عالي عليها نتيجة الطبقات اللي فوقها وحرارة راح تتكون الصخور الرسوبية أو ممكن إحنا ننقل صخور أو ترسبات ننقلها مكان معين بمرور الزمن نتيجة ظروف جوية هي راح تترسب ونتيجة الضغط والحرارة راح تتكون صخور إذا هذه الصخور تتوقف شلون نقول متانتها وقوتها على عدة عوامل يعني أنا الصخور الرسوبية ممكن تكون هشة ممكن تكون لا جيدة وصلبة حسب شنو اخوان حسب نوع المادة المترسبة المادة المترسبة اذا كانت جيدة كذلك سمك طبقة الترسبات يعني ممكن تكون طبقة قشرية فتكون ضعيفة ممكن تكون لا طبقات مترسبة سميكة كذلك مقدار الضغط اللي يضغط على هذه الترسبات والحرارة الى دور تأثير يقوي لي صلابة هذا الصخور واضح كذلك الشقوق الموجودة بين هذه الطبقات المترسبة واضح حماتين تأثر لي على جودة الصخور مثل الساندستون الأحجار الرملية لايمستون حجر كلس والشيل الأحجار القشرية صار على شكل قشرة شوف هذه أنواع أحجار لايمستون شيرت أركوس شيل ساندستون كونغلوميريت ثاني أنواع الصخور الرسوبية تكونها ترسبات الطبيعة وقلنا لازم تعتمد هذه جودتها على شنو على سمك الطبقة المترسبة نوعية المادة المترسبة مقدار الضغط المسلط على هذه الطبقات يعني الضغط ده يضغط عليه حتى يكون لي صخور صلبة ذات كثافة جيدة ميتامورفيك روكس الصخور المتحولة formed at depth under high heat and pressure يقول هي الصخور المتحولة تشكل at depth على عمق تمام تحت عمق under depth تحت عمق high heat and pressure يعني تحت عمق معين بسطح الأرض راح تتشكل هذا الصخور نتيجة الحرارة العالية والضغط المتولد نحن نعرف انه جوف الأرض أكو ضغط طبعا ضغط الأحمال اللي فوقها التربة وحرارة ضغط وحرارة عاليين راح تتحول هذه الصخور اللي هي شنو عادة هي الإيجينيوس روكس والسيدمنتري روكس الصخور الرسوبية والصخور النارية عندما تتعرض إلى ضغط وحرارة عاليين جدا راح نسميها بالصخور المتحولة راح تتحول إلى صخور ذات خصائص مختلفة نتيجة هذا الضغط والحرارة مثل الماربلز الرخام سلايت الأردواز والشيست صخور الشيست هسه عرفنا أول شيء عرفنا تقسيم الأجريجيت قلنا حسب طريقة الصنع إلى طبيعي وصناعي تمام وقلنا حسب البترولوجية الصخور يعني جيولوجية الصخور وهسه نجي إلى التقسيم الثالث هو according to particle size تصنيفه حسب شنو حجم الجزيئة مالته
الفاين اجريجيت او ما نسميه بالساند حجم الجزيئه مالته تتراوح بين ال 0.07 الى 5 ملي. The part of aggregate which of 95 الى 100% pass through the sieve number 5. يقول هو الجزء من الركام الذي يكون 95 الى 100% من عنده يمر من منخل رقم 4. يعني شنو اخوان؟ يعني انا اجيب عينه فد مقدار وزن معين واخليها بمنخل رقم 4، راح يمر من 95% الى 100% من هاي العينه، يعني هاي العينه كلها تمر او ممكن يبقى شيء قليل منها، واضح؟ فهذا نسميه رمل، هاي العينه نسميها رمل، لازم تمر هاي العينه منين؟ من المنخل رقم 4 اللي هو 5 مليم. ليش؟ لان 5 مليم هو الحد الفاصل اخوان بين الرمل والحصو. من يمر من منخل رقم 4 نسميه رمل، واللي يبقى على منخل 4 نسميه حصو. الكورس اجريجيت او ما نسميه بالجرافل حصو، حجم الجزيئات مالته اكبر من 5 ملي. شو يقول؟ the part of aggregate which of 95 الى 100% which cannot pass through the sieve number 4 اللي هو 5 ملي. يقول هو جزء من الركام وعينه من الركام نجيبها 95 الى 100% منها ما يمر منين؟ من المنخل رقم 4، يعني كلها تبقى على منخل رقم 4 اخوان، وبالتالي شو نسميها هذه؟ هذه نسميها حصو. ملاحظة هنا مقاس الجزيئات الحبيبات مالتك، الفاين اجريجيت 0.07 الى 5 ملي، كورس اجريجيت اكبر من 5 ملي، السلت الغريان بين ال 0.002 الى 0.075 ملي، الكلي الاطيان سايز سمولر ذان 0.002 يعني حجمها اقل من 0.002 ملي. هذا التقسيم الثالث. التقسيم الرابع according to their unit weight، حسب شنو كثافة، الكثافة الوزنية مالته. نعرف اخوان اكو كونكريت طبيعي، اكو كونكريت خفيف الوزن، اكو كونكريت ثقيل الوزن، حسب شنو؟ حسب نوع الركام المستخدم هو المسيطر. اذا معناته هو الركام الشكل الدور الاساسي بالخرسانة. Normal weight aggregate الركام الطبيعي اخوان، الركام الطبيعي كلنا احنا نعرف هذا ركام المستخدمين احنا استعدنا الحصو والرمل مالتنا، ان كان من كربلاء او ان كان تمام من بدره من اي مقالعنا المعروفه اللي هو الساند الرمل والجرافل او اند كراشد ستون الحجر المكسر، واضح؟ هذني اللي المتعارف عليهم اللي نستخدمهم بالبناء صورة واسعة، ذني نسميه normal aggregate الركام الطبيعي. والركام اللي راح ننتجه بهذا هو الكونكريت راح ننتجه هو عبارة عن خرسانة طبيعية الوزن. concrete produced by this aggregate كثافتها راح تتراوح اخوان بين 2160 الى 2560 كيلوغرام لكل متر مكعب. هاي كثافة الخرسانة الطبيعية. لايت ويت اجريجيت الركام خفيف الوزن مثل السلاك الخبث المنتج اخوان من المخلفات الصناعيه، خبث الافران الحديد، فاير كلاي الطين المحروق او الفلاي اش رماد المتطاير او اي ركام خفيف الوزن مصنع، واضح اخوان؟ And the other light stone واي احجار خفيفه الوزن، اذا اي شيء خفيف الوزن، واضح؟ راح نستخدمه هنا حتى نحصل على كونكريت خفيف الوزن. كونكريت produced by them اللي الخرسانه المنتجه بهذا الركام راح نشوف كثافتها شقد قليله، بتتراوح بين 240 الى 1440 مقارنه ويا الطبيعي، يعني نعتبر ذلك شنو؟ خرسانه خفيفه الوزن، يعني كثافتها قليله بها فراغات ومسامات عاد. This concrete is normally used for insulation purposes. يقول هذا الركام الخرسانة اللي ننتجها بهذه الطريقة نستخدمها لأغراض العزل فقط، يعني قواطع عزل نقسم بها فضاءات معينة، واضح؟ إذا يعني ما نقدر نستخدمها لأغراض الأحمال أو ممكن نصب بها سقوف، واضح؟ لأن ما تتحمل. Heavy weight aggregates الركام ثقيل الوزن مثل شنو؟ هيموتايت، برايت، ماجنتايت، ذني انواع صخور اخوان، ستيل اور اند ايرون بارتس،
أجزاء الصلب وخام الحديد، لأن كلهن تستخدمهن كركام مكان الحصو أو شنو أو الرمو. من نستخدمهن إخوان ذني راح ينطني كونكريت ثقيل الوزن كلش. يقول كونكريت برودوس باي ذيم، الكونكريت المستخدم بهذه الطريقة كثافة تراوح بين 2800 إلى 6400 كيلوغرام لكل متر مكعب. لو تشوف الكثافة شقد تزداد عن الطبيعي. وان هذا النوع وين نستخدمه؟ نستخدمه في الأماكن اللي بها مثلا إشعاعات نووية، مركز أبحاث على إشعاعات نووية أو أي منشأ بإشعاعات نووية. فهذا نبنى هذا المنشأ عن طريق كله جدران كونكريت، جدران خرسانية من هذا النوع اللي هو الهيفي ويت، تراوح كثافته 2800 إلى 6400، وسمك جدار كلش عالي نستخدم، يعني كبير قد يمكن يوصل إلى متر. أخوان هذا الكونكريت اللي كثافته كلش عالية وزنه ثقيل راح يمنعني إنه الإشعاع يخترق هذا الجدار، واضح؟ إنه الجدار يعني الإشعاع إنه راح يظل ضمن هذه الغرفة المعينة وما راح يخترق لي جدارنا الكونكريتي ويطلع إلى الخارج وممكن يسبب ضرر على البشري. Properties of Iraqi aggregate، خصائص الركام العراقي. It's of sedimentary origin، يقول هو من أصل رسوبي، إذن هو ركامنا من أصل رسوبي ترسبات. Contains high percentage of sulfate، يحتوي على نسبة عالية من الكبريتات، 5% of sand white، يقول 5% من وزن الرمل. Contains 0.5 of sand white fine materials clay، يحتوي على 5% من وزن الرمل مواد ناعمة مثل الأطيان، إذا توجد أطيان بنسبة 0.5%، which has size of اللي هي حجم الأطيان شقد أكبر أو يساوي 0.002. Don't reactivity with the alkalis that found in cement، لا يتفاعل مع القلويات الموجودة داخل السمنت، موجودة داخل السمنت. إذن هذه خصائص الركام العراقي. نوت، ملاحظة: Many properties of aggregate depend on the properties of its parents، يقول بعض خصائص أو كثير من خصائص الركام أخوان، كثير من خصائص الركام depend on، تعتمد على شنو؟ The properties of its parent، تعتمد على خصائص الأصل. يعني أنا خصائص هذا الركام اللي عندي تعتمد على خصائص الصخور الأصلية اللي جبتها من عندها، يعني يا صخرة جبتها من عندها ترسبات، إذا خصائص هذا الركام هي نفس خصائص هذا الأصل اللي جبتها من عنده. مثل شنو هالخصائص المشابهة بيناتهم؟ المينرال كومبوزيشن، واضح؟ تركيب المعدني مالته، سترينث المقاومة مالت الركام، كيميكال ستيبلتي الاستقرارية الكيميائية، ستيفنس صلابة، وسبيسيفيك جرافيتي الوزن النوعي، كلر اللون، وإلى آخره من الخصائص. هذه الركام يشبه الصخور المستخرجة من عنده. While there are many properties of aggregate different from that the bars، يقولوا هناك بعض الخصائص للركام تختلف عن شنو؟ تختلف عن ما في الصخور الأصل اللي جبناها من عندها. مثل شنو؟ بارتيكل سايز، وهذا الشيء صحيح لان احنا راح نكسره، نجيبه راح نكسره، فراح البارتيكل سايز راح يختلف. سيرفيس تكستشر، نسجه السطح، طبعا انا من اكسر الركام طبيعه سطح الصخره ممكن راح تختلف شنو عن سطح الجزيء اللي راح نكسره احنا كركام، واضح؟ فبالتالي راح تختلف نسجه السطح مالته. شيب، شكل، صح؟ فنتيجة التكسير والنقل وهذه الشيء شكل الجزيء راح يختلف عن شكل الأصل، والأبراجين التأكل مالته كذلك راح يختلف. Properties of aggregates بشكل عام، خصائص الركام بشكل عام نجيها. أول شيء practical shape of aggregate، الشكل العام للأجريجيت. عندي عدة أشكال، أنا سويت هنا على شكل جداول، الديسكريبشن طبعاً والإكزامبل تطلع علي اطلاع للفهم، واضح يفهمك. إحنا يمشي الأنواع السريدة، شنو الأنواع الركام؟ الراوندد،
الراوندد المدور، الركام المدور. الريجولار الغير منتظم، يعني يكون شكله غير منتظم، لا هو دائري ولا هو مستطال ولا هو قشري، واضح غير منتظم. الفلاكي القشري، يكون على شكل قشرة، يتشقر أقراص قشرية، واضح اخوان؟ يعني السمكة، شلون يوضح الديسكريبشن مالته؟ يقول material of which the thickness is small relative to the other two dimensions، يعني يقول سمكها قليل جدا بالنسبة للأبعاد الأخرى اللي هن الطول والعرض مالته، فيكون على شكل شلون؟ قراص قشرية. angular الزاوي، يكون على يقول هذه على شكل حافاته، تكون على شكل زوايا، هذا الانجلر يكون حافاته على شكل زوايا. elongated هذا المستطال، يعني يكون اخوان شلون الاصبع هيك الطول مالته يختلف شنو بشكل كبير عن العرض والسمك، يعني طويل جدا مقارنه بالعرض والسمك، يكون على شكل شلون الاصابع. flaky and elongated قشري ومستطال، يعني شنو؟ طويل وسمكه كلش نحيف مقارنة بالعرض، يعني شلون يكون على شكل أقراص بس طولها طويل وعرضها تمام عريضة، بس لكن السمك مالتها شلون؟ السمك مالتها كلش قليل. flaky and elongated هذه أنواع أو أشكال الركام الموجودة عندنا. The round aggregates give good workability to concrete، يقول الركام المدور ينطينا قابلية تشغيل الركام جيدة. But flaky and angular aggregate، لكن القشري والزاوي produce weak workability، ينطينا شنو؟ قابلية تشغيل ضعيفة. شوف وده تلاحظ الفرق بين الصورتين. Because high surface area of angular and flaky aggregate، شوف هذا الشكل اللي هو الانجلر والفلاكي، مساحته السطحيه كلش كبيره مقارنه بالراوند، تلاحظ شوف مكسر، فمساحه السطحيه للحبيبه او للجزيئه شوفها كلش كبيره مقارنه بحد مساحه السطحيه للراوند. لذلك اخوان كل ما تزداد المساحه السطحيه للحبيبه الركام راح يزداد احتياجنا للمي، كميه مي راح تحتاج عاليه، واضح؟ زين، كميه مي احنا ما نقدر نضيف بشكل كبير لان المي الزايد ياثر لي على شنو؟ ياثر لي على مقاومه الخرسانه، تمام؟ لذلك نتيجه انه يحتاج مي هواي، كذلك نتيجه نشوف انه هو بزوايا مساحه سطحيه راح يكون يتداخل بشكل اكبر، راح التداخل الانترلوك بين الجزيئات راح يصير اكثر مما الراوند، وبالتالي راح الوركابلتي مالته تقل. ليش؟ شنو الوركابلتي اخواني؟ هي سهولة الخلط، هي الورك قابلية التشغيل، يعني احنا نجي للخلطة اكون سهولة الخلط بها، كذلك سهولة صبها انهائها بشكل سلس يكون، هذه قابلية التشغيل، يعني نقدر احنا نحرك الخلطة بشكل سهل متجانس، واضح؟ لذلك نتيجة هذه الجزيئات المتداخلة ونتيجة انه يحتاج كميات مية عالية، واضح؟ فبالتالي راح يكون صعوبة الحركة هنا بالخلط، لذلك تكون شنو قابلية التشغيل بها قليل. Because of high surface area of angular and flaky aggregate required high water for mix and this lead to produce more void of concrete due to interlocking. يقول هذا اللي راح يسبب لي شوف فراغات كبيرة بالفلاكي and angular، وبالتالي هذه الفراغات راح شنو تقلل لي من قابلية التشغيل مقارنة شوف بالراوند. الراوند راح يكون شنو سهل الحركة، سهل الحركة، بالتالي تكون قابلية التشغيل عنده جيد. أول نقطة خلصناها اللي هي practical shape، شكل الركام. النقطة الثانية نجيها surface texture of aggregate، نسجة السطح أخوان، سطح الحبيبة، سطح الركام إلى تأثير كلش كبير، يعني أنا السطح، سطح الحبيبة من ألقاه خشن أو من ألقاه أملس أو من ألقاه حبيبي أو من ألقاه سفنجي، واضح؟ هذا له تأثير كلش كبير على الخرسانة، واضح أخوان؟ aggregate also has been classified according to surface texture. There are many types of surface texture for aggregate. See table 2. نجي نعرف rough aggregate، يقول الركام الخشن، يعني إذا سطح الحبيبة خشن
produce concrete with high strength، يقول ينتج خرسانة ذات مقاومة عالية إذا حج يعني سطح الركام خشن. واضح ليش؟ يعني راح يكون تماسك أكثر راح يكون بين جزيئات الخرسانة، واضح؟ لأن الخشن راح يولد لي شلون احتكاك يصير بين السمنت المادة اللاصقة والركام، بالتالي يكون ترابط أعلى. But smooth aggregate produce concrete with low strength. السموث الأملس راح يكون شنو أخوان؟ شلون يكون أكو فاصل بين الاسمنت والركام، يكون شيء عازل ماكو احتكاك يقل، بالتالي يكون مقاومة أقل. Shape and surface texture of aggregate، شكل ونسجة السطح للركام وخاصة especially of fine aggregate، وخاصة للركام الناعم، have a large influence on water requirement. يعني اخوان شكل الحبيبة ونسجة السطح يعني طبيعة السطح مالتها كان خشن ناعم اسفنجي زجاجي، يقول إلى تأثير كبير شنو؟ have a large influence on water requirement، على احتياج المي. يعني انت المي اللي تحتاج الخلطة يعتمد اعتماد كبير على شكل الحبيبة ونسجة السطح مالتها، فتكون هاي الحبيبة ممكن سطحها يخليكها تمتص المي، اذا نحتاج احنا كميات كبيرة ما تمتص، لا كميات اقل، واضح؟ Of the mix in a practical term more water is required where there is a greater void content، وبالتالي يقول نحتاج كميات مي عالية اذا تواجد شنو هناك محتوى فراغات عالي، نتيجة شنو؟ نتيجة قلنا سشون لو تقارن بين الانجلر والراوند، اذا اكو فراغات عالية بالتالي راح نحتاج شنو؟ مي كميات اكبر. نيجي لهذا الجدول منطيك الانواع مالت حسب نسجة السطح والكلاس كاركترستكس خصائصها والاكزامبل، ايضا الكاركترستكس والاكزامبل اطلعوا عليه اللي طلع على الفهم، والانواع لا الانواع اريد هناني ذني انواع الركال نسجة السطح، جلاسي زجاجي يعني السطح مالتها على شكل زجاج، سموث املس، جرانيولار حبيبي، راف خشن، كريستالين بلوري، وهوني كومبيد يكون شلون على شكل اقراص العسل هذا الركام. هذه انواع نسجة السطح اخوان اللي مقسمة عندنا بهذا الشيء. لهنا تخلص هذه المحاضرة وإن شاء الله نكمل بقية الخصائص على المحاضرات الجاية، بقية موضوع الركام.